كابتن علاء هارد لك، بس هي نتيجه غير متوقعه، ولكن انت توقعت تحطم الشوطين لو الاداء مشي على نفس الاسلوب. بس عندي تعليق كده صغير، يعني هو هارد لك بتقلي فرقه اللي هي تبقى كويسه وتضيع فرص وما تكسبش، ان انت ما عملتش كده النهارده، فانت مش هارد لك خالص. كل الكلام اللي احنا قلناه من شوطين في عجاله تقريبا يا ايمن اتحقق، اللي قالوا كابتن شريف وقالوا اسامه وقالوا بلال، وفي الاخر قلت جمله كده احنا كلاعيبه كره قلقانين منها، اي حد وعنده الاحساس ده. يعني سالت كابتن شريف عايز تقول حاجه، انا اقول لك نفس الجمله انا قلتها، نفس الكلام وسام نفس الكلام بلال، حتى لو انت قاعد مكاني اقول لك يا ايمن في حاجه هتقول لي انا قلقان من الشكل اللي هو سيبني اعمل هجمه وانا هعمل هجمه، ده مش عشان ده مش اسلوب النادي الاهلي. النادي الاهلي بينزل بيفرض سيطرته، اسلوبك واضح تماما تماما، اسلوبك واضح. الارض مش بالسوء بتاع السنه اللي فاتت، يعني كابتن شريف اتكلم على الارض، بس هي مش السنه اللي فاتت كابتن شريف كانت اسوء من كده، اللي هي حتى كنا بنتفرج يا جماعه صعب تلعب عليها كوره. صح. وبعدين معلش يا ايمن، هو احنا عمرنا طول عمرنا بنلعب على ملعب كويسه؟ طيب يبقى لكن ادائك مضمون دايما، في حاجه انت ضامنها، لو اداء لو الكوره مش هتساعدك في الملعب وكده روحك وادائك حتى المش فني مش عالي، لكن انت واضح انت عايز النهارده. كل النهارده الادوات اللي توصلك لمكسب المباراه انت فاقدها. يعني بهدوء ونتكلم، احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البطوله، لسه بدري وان شاء الله هنعدي وهنتاهل وكل حاجه، بس في اشارات كده ايمن على فكره ما يعني خساره النهارده دي والله ربنا بيحبنا انها جت بدري. برافو عليك، جت بدري ودايما كده يعني الحمد لله انذار كده بدري، خد بالك.